صلى الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بعلم شيخنا وبارك فيه وفي عمره، وانفع به الإسلام والمسلمين. لا، الإسلام والمسلمين ما يحتاجون إلى شيخكم، فأغنى الإسلام غني عنه، وكذلك المسلمين غنيون عنه. خلنا على يعني الأمور الواضحة، ينفع به الإسلام والمسلمين، والإسلام والمسلمون كلهم أغنياء عن رجل مسكين ما له قيمة.